هلو يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. اهلا بيكم فيديو جديد ومفيد كالعادة في قناتي. فيديو النهاردة ازاي هنركب رموش. انا عارفة الفيديو ده طلب مني كتير جدا جدا، ودايما انا بقطع الحتة دي من الفيديو لما بعمل لكم ميك اب ان انا بركب رموش اوف كاميرا، لان ده بيكون من اصعب الحاجات في الدنيا ان انا اثبت دماغي قدام الكاميرا وانا بركب الرموش. بس النهارده انا هعمله بجد لان في كتير قوي طلبوه مني، وهحاول قد ما اقدر ان انا اظبط الكادر كويس وان انا اخليكم شايفين الطريقه كويس. فيلا بينا نبتدي الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده قبل ما نبتدي، وكمان اشتراك في القناه. وعايزه اقول لكم كمان ان انا في الفيديو ده هديكم كام نصيحه كده ازاي تختاري شكل الرموش الصح للغرض اللي انت عايزاه. يعني مفيش رموش معينه هي هتمشي على كل حاجه او هتمشي على كل الاغراض او على كل العيون. فخلوني في الفيديو ده اقول لكم ايه انواع الرموش اللي هتليق عليكم او هتليق على الغرض اللي انتوا عايزينه ليه. فكملوا معايا الفيديو ده للاخر، ما تفوتوش ولا فتفوته منه، ويلا بينا نبتدي على طول. بصوا بقى يا بنات، الرموش اللي انا هستخدمها النهارده هي الرموش دي من عند شي جلام. الدرجه بتاعتها اهي او اسمها اهو. دي يا بنات كانت جايه ضمن الست، يعني مجموعه على بعضها فيها 10 انواع رموش. هسيب لكم لينك الست دي تحت في صندوق الوصف عشان لو حد عايز يجيبها على بعضها كامله. كنت رشحتها لكم كتير، فيها 10 انواع رموش اللي هو بقى بصي في اي وقت لو حد مبتدئ او حد عايز رموش شخصيه لنفسه الرموش دي هتنفعه جدا. بس عايزه اقول لكم انها فيها نسبه لمعان بسيطه، فيها كام حاجه كده فيها نسبه لمعان بسيطه، فخليكم عارفين انها مش احسن كواليتي. هي الواحده تقريبا بتقف عليكم ب 10 جنيه، فهي سعرها رخيص، يعني مش حاجه اللي هي واو، حاجه للمودلز، حاجه اللي احنا بنتدرب عليها كده. فتعالوا نركب مع بعض الرموش دي، انا وريتكم كده رقمها. تعالوا بقى نشوف هنركبها ازاي. بصوا بقى مبدئيا كده انا هستخدم لزق الرموش مثلا ده بتاع شي جلام. ممكن تستخدمي اي في لزق رموش اكيد اللي متعرف عليه موجود في كل محلات الميك اب، اللي هو بيكون زي الانبوبه الصغننه كده وانت بتفضي منه على خط الرموش نفسه. هو كويس وكل حاجه، وفي منه بيثبت حتى الكوبي بيثبت عادي جدا، بس انا عندي مشكله معاه ان هو بينزل كميه كبيره، فبيخليكي وانت بتلزقي الرموش وانت بتخلعيها رموشك الحقيقيه بتتخلع معاه، فده بيضايقني. انا برشح لكم النوع ده، بقالي فتره برشحه لكم للاستخدام الشخصي، ده حلو جدا. في منه كمان يا بنات اللون الاسود، ثانيه واحده، ده اللون الاسود بتاعه كمان، انا جايبه منه الاسود وجايبه منه الشفاف. ده ميزته ان انت بتحطيه على طول ما بيلحقش ينشف، ما بتسيبوش فتره وتقعدي تهوي عليه والكلام ده. هنجربه دلوقتي مع بعض، ممكن نحط مع بعض اللي هو الشفاف احسن علشان نشوف شكل الرموش اوضح. خليني اخد مرايه. اول حاجه بتجيبي مرايه، انا هاخد اهو الباليت دي، والمرايه انت بتبصي كده والمرايه تبقى تحت الرموش، تبقى تحت وشك، تمام؟ يعني بصوا انا عامله كده، شايفين؟ مش بعمل كده واعمل كده واقعد اركب، لا كده دي انت هتبوظي الدنيا والرموش بتطلع مظبوطه. انت بتبصي لتحت وتبداي تحطي البلو وعليه تلزقي الرموش. هنبتدي دلوقتي اهو البلو الشفاف بتاع شي جلام. بالمناسبه بنات ده سعره رخيص على فكره، كان تقريبا من 80 او حاجه. هبص تحت كده وهبدا احط فوق خط الرموش بالظبط. شايفين الخط الابيض ده؟ شايفينه؟ ملاحظينه؟ انا مش عارفه انتوا ملاحظينه في الكاميرا ولا لا، بس هو في خط ابيض فوق العين كده، ده اول ما بينشف بيبقى على طول بيبقى هيلزق. بصوا مسافه ما انا بكلمكم اهو، هجيب الرموش دايما يا بنات في حته الميك اب بتاعتي معايا مقص صغير زي كده. الرموش بصوا شكلها في، لو ملاحظين طرف صغنن فاكك يعني زياده، بقوم مقصه عشان ده بيبان جدا في الرموش، وبقصه من الناحيه دي. واهو بصوا مسافة، بس مظبطة الرمش وهمسك المراية وبص تحت وابدأ اركبه. بصوا يا بنات انا مبدئيا حاسة ان الرمش كبير على عيني، كبير. هعمل ايه؟ بصوا بصوا المنظر ده، شايفين الكيرف نازل ازاي؟ بوظ لي عيني اصلا، ما فتحهاش، بوظ لي عيني. هشيلها تاني، عند موقف حيوي حصل معاكم اهو، هشيلها وهبدا ان انا اقص منها. بس يوم ما هقص منها هقص من الطرف الاخير، عمرك ما تقصي من جوه هنا، هيبوظ لك الرموش خالص. مع ان دي متساويه بس برضه هنقص من الحته الاخيره. بصوا عايز تقريبا اشيل قد كده، يعني هشيل تلات ارباعها تقريبا. تعالوا نمسك المقص، بصوا همسك كده واقص منها شويه بس. هظبط الجلو تاني يا بنات. بصوا بدبس الرمشين في بعض، الرمش الطبيعي
بلبس البنات بايديا كده الرمشين في بعض، الرمش الطبيعي بالرمش الصناعي، شايفين؟ شايفين الرمش بقى عامل ازاي لما قصيته؟ ظبط العين ازاي ورفعها وادها الافكت الحلو ده. اعمله كده مع اي رموش، لازم تظبطه الطول بتاع الرموش عشان ما تلاقيهاش بوظت عليكي تماما، وتقصيها من الناحيه الخارجيه. تعالوا دلوقتي نكرر الموضوع ده مع الرموش التانيه، بس عشان ما نغلطش نفس الغلطه ونرجع نعيد البلو تاني، هناخد الرموش الاول ونقيسها على العين وبعدين نقص. اول هو يا بنات هنشيل الزوايد اللي هي كده كده بتيجي بيها، الزوايد دي مالهاش دعوه بمقاس العين، الزوايد دي ليها دعوه ان هي كده كده بتيجي بالزوايد دي. وهحط برده كده وهبدا ان انا برضو هشيل منها جزء في الاخر. دلوقتي يا بنات هاخد الجلو كده وهبدا ان انا احطه على خط الرموش. بالشكل ده حطيت الجلو خلاص، استنى بس دقيقه او اقل من دقيقه بالظبط وهبدا ان انا برضو يا بنات همسك المرايه اهي تحت وشي وببص لتحت وهبدا ان انا احط الرموش من النص وبعد كده ابدا اثبت الاطراف. يا بنات كده خلاص اهي الرمش التاني ركب. عايزه اقول لكم معلومه صغيره جدا قبل ما ابتدي الفيديو، لو انتم ملاحظين انا كنت اوريدي حاطه ماسكارا، اوعي تركبي الرموش وانت مش حاطه ماسكارا، وطبعا مش هتحطيها كتير كده، انا كنت عامله لوك حاطه فيه 3 طبقات ماسكارا عشان انا عامله اللوك ده وبكمل بس الفيديو ده بصور وراه، انما انت في العادي حطي طبقه ماسكارا خفيفه علشان ما تعملش تقل على الرموش اللي انت حطاها، لان انت كده كده حاطه الرموش بغرض ان انت تقلي الرموش او تعملي لها شيب معين، ففي العادي لازم تحطي ماسكارا. طبعا مش فارق ايه نوع الماسكارا، هو المهم ان الماسكارا تبقى كوت صغير جدا. انا اسفه قوي على اي ازعاج في الفيديو، بس يعني انا بصور في اضاءه الشمس وجنب الشباك وكده، كل ده هيتحسن. قلت لكم يومين بالظبط، يومين بالظبط وكله هيتحسن. طيب يا بنات اقول لكم بقى نصيحه صغيره ازاي ان احنا نظبط شكل الرموش على عينينا، او ازاي نختار الرموش المناسبه لعينينا على حسب الغرض اللي احنا عايزينها منه. طب احنا حاطين فوق الميك اب دلوقتي، لو احنا حاطين ميك اب كامل وفوق العين في شغل كتير عايزه ابينه، في الوان، في جليتر، في معرفش ايه، مش هقوم جايبه رموش طولها لحد حواجبي ومغطيه الاي شادو كله، والاي شادو ما يبانش غير وانا عامله كده، ومفيش حد طول الوقت عامل كده، لا انت مفتحه طول الوقت، فعايزه الشغل اللي انت عاملاه يبان، الحاجه اللي انت عاملاها فوق عينك تبان، حاطه اي شادو عايزاه يبان، فبالتالي بنختار رموش قصيره تمام، ويفضل تكون مفرغه. مثال على الكلام ده رموش زي دي قصيره ووسبي مفرغه، بحيث ان انا لما احطها في العين هتبين الشغل اللي فوق. مثال تاني مثلا، مثال تاني عشان افهمكم، دي نفس الكلام، نفس اللي انا موريها لكم دلوقتي، بس دي اقصر كمان، اقصر. بصوا مفرغه وقصيره بحيث ان انا اول ما احطها هتبين الشغل اللي فوق العين. طيب انا دلوقتي مش عامله شغل كتير وعايزه التركيز كله يبقى على رسمه العين او على الفوكس على العين نفسها، بعمل ايه؟ بقوم حاطه رموش اتقل شويه تمام؟ مثلا زي كده، شايفين الرموش اتقل ازاي؟ انتوا بتحسوا بالكثافه، بتحسوا ان ده كثافته اعلى، فاهمين؟ اللي انا حطها دي وسط، لا هي خفيفه ولا هي تقيله. كل ما تعودي تسحبي العين اختاري دايما رموش قصيره من قدام وطويله من ورا. زي مثلا مثال على اللي انا بقوله ده، انا قدامي رموش كتير بحاول اطلع لكم منها اللي انا قصدي عليه. زي مثلا مثال زي كده، شايفين قصيره من قدام ازاي وطويله من ورا؟ دي اول ما احطها على العين هتخلي عينك عامله زي القطه كده، تسحب لك عينيكي جدا، بس طبعا هي كثيفه، بصوا كثافتها، فدي ما نستخدمهاش مع لوك ميك اب يكون عايزين تظهروا اللي تحت، لا انت لو حطها بس او حطها مع لوك ميك اب ما فيهوش الوان كتير، يا دوبك مثلا لون وخلاص، نحط حاجه زي كده، او لو لوك عين ميك اب تقيل قوي اسود مثلا، فكده كده محتاج لاشز تقيله ولاشز مسحوبه، معانا. تعالوا اقول لكم مثلا مثال تاني،
لو انت زي هتقول مثلا نازله يومي وهتركبي رموش يومي، رغم ان انا ما بحفزش الموضوع ده، بس لو انت هتحطي رموش يوميه هتحطي حاجه وسط، يبقى تنزلي انا لابساها كده حاجه اخف من كده، بتكون كثافتها اقل، ما عنديش حاجه كثافتها اقل لحد دلوقتي، بس بتشوفي انت بالنظر بتشوفي ان الرموش اللي انت ماسكاها دي خفيفه خالص. في رموش يوميه كمان، رموش بتكون يعني عايز اقول لكم خف الريشه، الناس اللي مش عايزه تحط مثلا ماسكاره خالص وعايزه تركب بس رموش يبان ان في رموش بسيطه، كل ده موجود، رموش اشكال والوان ومقاسات، بس الستاندر اللي انت هتمشي عليه كل ما تحبي تسحبي العين استخدمي حاجه قصيره من قدام وطويله من ورا، كل ما تحتاجي انت تبيني اللي ورا عينيكي او اللي على جفونك تستخدمي حاجه قصيره وحاجه مفرغه، تمام كده. والفيديو كده لحد هنا خلص، يا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده لو استفدتوا، وكمان كومنت تحت الفيديو واشتراك في القناه لو ما اشتركتوش لحد دلوقتي، بنزل كل يوم فيديو جديد، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكره، مع السلامه.